دلوقتي احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي بيلبس نظاره بعمل له بصمه عين على طول، اللي عنده تاريخ مرضي في العيله بعمل له بصمه عين. الدكتور لو ما عملش فحص للقرنيه مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظره ضعيف لانسان عنده قرنيه مخروطيه. في ناس النظاره ما بتناسبهاش، الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا. حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزك. اهلا بكم. طبعا ان شاب صغير في السن يلاحظ مره واحده ان نظره بيضعف او بنت شيء مزعج جدا ليه وللاسره ولمستقبله. انه انسان يعاني من ضعف ابصار عنيف، لا عارف يسوق عربيه بالليل، عنده مشكله في الرؤيه، مهنته لو تستدعي رؤيه، يعني لو بيشتغل مثلا راجل بيشتغل ملاحظ ليلي، حارس امن ليلي، طب ما هو انت نظرك ضعيف، لا مش هتنفع، لازم ما تشتغلش، رزقه اتمنع، بيشتغل سواق تاكسي بالليل بقى وعلى الطرق وبتاع، بيجي له رزق وبيجي له سفريه مش قادر يقبلها، رزق اولاده هو شايف انه ده يعني شيء بيعيقه. في ناس كتير يا جماعه مساله النظر الضعيف بالنسبه لها مش مجرد ان هو مش عايز يلبس نظاره، او مش مجرد انها شكلها مش حلو هي نسب من غير بالنظاره، لا لا لا، المساله مرتبطه بشغل وعمل وحياه. في ناس املها في الحياه وكل مؤهلاتها انها تبقى ضابط شرطه او ضابط حربيه، لكن نظره ضعيف مش عارف يدخل، ولو ان طبعا في قوانين مهمه قوي لازم نراجعها في حكايه دخول الناس اللي نظرهم ضعيف، بس بعد ما تصلح لهم نظرهم بعمليه الليزك في كليات العسكريه. هنرجع لهذا الحوار مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم المتميز صاحب الكاريزما والاراء الصريحه جدا في هذا المجال، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد لاشين. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا دكتور ايمن، اهلا بالساده المشاهدين. الانسان الذي نظره ضعيف مش مجرد عمليه جماليه او مساله، ده دي معاناه. احنا عايزين نقول معلومه مهمه جدا بناكد عليها دايما، ان انواع ضعف النظر عباره عن قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم، دي حاجات الناس عارفاها. قصر، طول، استجماتيزم، دول الناس عارفين. القصر اللي هو نظر على مسافه قصيره، الطول نظره بيشوف على مسافات بعيده، الاستجماتيزم بيشوف المسافات البعيده والقريبه بس عنده زغلله او الفوكس مهزوز. في نوع رابع من انواع ضعف النظر ما اكتشفناهوش ولا عرفناه غير لما ظهر فحص في العين اسمه ويف سكان، او تخطيط كامل لجدار العين من جوه، ده اسمه عيوب انكسار ضوء او الابريجنز. الابريجنز دي عيوب انكسار ضوء، عيوب انكسار ضوء ممكن يتقال عليها زيوخ بصريه. زيوخ بصريه اللي هو الانسان بيشوف 6-6، مقاسه بسيط عادي جدا ما عندوش مشكله، بس مش قادر يوصل لفوكس هايل بالنظاره. في الرسومات بقى الهندسيه، في السواقه بالليل مش قادر يوصل للفوكس ال 6-6، ده ما ظهر لناش غير بالويف سكان، وده ما ملوش اي علاج خالص بالنظارات. حوار سريع ومهم جدا لانه في نقاط عديده، هبدا بالجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الليزك هو الان الطفره الرئيسيه في عالم تصحيح الابصار. الان ابيض ام اسود ام رمادي؟ الليزك طفرة، احنا داخلين دلوقتي عدينا ال 15-17 سنة في الليزك. الطفرة دلوقتي ان الليزك بدأ يتطور، احنا بس عشان ما نخوفش الناس اللي عملت الليزك التقليدي او الليزك الاولي، لا الليزك اتطور النهاردة ان هو بدأ يعالج ناس ما كانش ينفع لهم الليزك زمان فبدأ ينفع لهم الليزك النهاردة. الليزك النهاردة اتطور ان هو بيطلع جودة في الصورة اعلى من اللي كان بتطلع زمان مع الناس اللي عندهم عيوب انكسار ضوء او الزيوغ البصرية. ولكن الليزك القديم مازال له احترامه ومازال موجود، الليزك السطحي موجود، الفيمتو ليزك موجود، وكل واحد له عيوبه وكل واحد له مميزاته. الفيمتو ليزك اعطى نسبة امان عالية جدا تتجاوز ال 95% طبقا للكلام الموجود في الكتب. تمام. ابيض. ابيض ابيض جدا واعطى نسبه امان برضه عشان نفهم الناس، اعطى نسبه امان بمعنى ان الانسان اللي كانت قرنيته زمان ما تسمحش لان فيها رفع في القرنيه او سمكها بسيط شويه ومقاسه كبير ما كانش ينفع له الليزك التقليدي، فالنهارده لا يقدر يعمل ليزك فيمتو بامان عالي. القرنيه المخروطيه يمكن ان تخدع لان اعراضها تشبه اعراض
عيوب الإبصار العادية. ده أبيض جدا، وفي أبيض من كده كمان إن القرنية المخروطية ساعات ما يكونش ليها أعراض خالص. يعني القرنية المخروطية دي لما بتكون في البدايات ساعات بنكتشفها بالصدفة، الواحد داخل يعمل كشف نظارة أعمل له بصمة عين ألاقي عنده قرنية مخروطية، لا هو عارف ولا بيشتكي ولا أنا شايفه في الكشف إن عنده قرنية مخروطية. عشان كده بصمة العين دي لازم تتعمل بشكل روتيني، وخصوصا للناس اللي عندهم تاريخ مرضي عائلي للقرنية المخروطية. القرنية المخروطية هو عيب في تكوين الأنسجة، له طبيعة وراثية لكن يمكن أن يكون بسبب تدخل من عمليات الليزك بشكل غير مدروس يضعف القرنية. أبيض أبيض جدا جدا جدا. احنا كنا زمان عارفين أن القرنية المخروطية ده جين موجود في جسم الإنسان، جين وراثي بيخلي الكولاجين أو النسيج بتاع سمك القرنية ضعيف مش قادر يتماسك مع بعضه، فبيحصل بروز للقرنية كل شوية. البروز ده مش منتظم، في حتة بتحصل لها بروز أكتر من حتة، فيحصل المخروط أو القمع اللي بيطلع ده. دلوقتي بقى بيحصل كمان، بقينا نشوف الحالات دي من الناس اللي بتعمل ليزك في اماكن فيها اجهزه مش هايلي كواليفايد قوي، او فيها اجهزه ضعيفه، او اللي بيشتغل على الجهاز مش قادر يظبط السوفت وير بتاعه مظبوط للمريض، او مش قادر يعمل بصمه عين معينه، فبيطلع العيان بمشاكل منها القرنيه المخروطيه اللي هو بيخلقها له بقى، ما كانش عنده تاريخ عائلي خالص وبقى عنده القرنيه المخروطيه بعد الليزك. في بدايه القرنيه المخروطيه يمكن عمل عمليه تثبيت دون اللجوء إلى تركيب حلقات وتكون النتيجة جيدة. أبيض ولا أسود؟ أبيض جدا، لأن احنا عايزين نقول للناس أن القرنية المخروطية بتعدي بمراحل. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة بنسميها ليفل زيرو، اللي هو لسه مش باين عليه أي حاجة ولا بيشتكي. المرحلة بعد كده 1 2 3 4، من ليفل زيرو لليفل واحد والحد قريب من ليفل اتنين بنقدر نعمل تثبيت بس. بعد كده بنعمل حلقات، فمفيش حاجه اسمها ان الحلقات افضل من التثبيت او التثبيت افضل من الحلقات. لا، هو ده له مريض وده له مريض وده له قرنيه وده له قرنيه. فالتثبيت في المراحل الاولى اللي هي زيرو وون هايل جدا جدا. عندي فيلم مهم جدا جدا اسمه الحريف، والطب الكلمه دي على فكره متداوله بينا وبين بعض جدا يعني في كل الفروع. صح. فالحريف، ماذا تعني هذه الكلمة في عالم تصحيح الإبصار بالنسبة لك؟ الحريف ده حضرتك لما تيجي تتكلم عليه في لغة السينما، فيلم الحريف هو ده اللي بيقدر يعدي الملعب من أوله لآخره بكل صعوباته ويجيب جون في الآخر. مش كده؟ هو ده مظبوط؟ فأنت عايز تعدي بالظبط كده في كورة، فأنت عايز تعدي بالمريض بكل المراحل الكويسة اللي هو جاي لك بيها عشان تدخل في الاخر جون، يعني تحرز هدف، يعني توصله لنتيجه ممتازه، يعني انت تخلي المريض ده جاي لك بمشكله يروح ما عندوش مشكله. مش العكس تماما بقى خالص، يعني ما ينفعش المريض يبقى جاي لي بنظر كويس اروحه بنظر نص نص، او جاي لي بنظر كويس اروحه لا قدر الله نظر وحش. لا، لازم الحريف ده يكون عارف ازاي يفيد مريضه، ازاي يوجه مريضه، ازاي يعمل التقنيه دي لمريضه بجوده عاليه جدا، ازاي يطلع مريضه ده شايف احسن من مكان جاي واحسن مكان بيحلم كمان. عايز اروح للجزء الثاني. الجزء الثاني مهم جدا جدا، مليء بال طبعا في طالما قرنيه مخروطيه يبقى دائما جزء المتهم والبريء والجاني. جاني، متهم ام بريء؟ السؤال الاولاني سؤال خبيث، من يتأخر أو يتباطأ في علاج القرنية المخروطية؟ وأقصد بها منظومة طبية، لغاية لما نوصل لمرحلة هو منتظرها عشان يركب حلقات، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا، هو طبعا اذا كان هو عارف ان دي قرنيه مخروطيه وبيأخر المريض عشان يوصله مرحله الحلقات، لا ده جاني طبعا. ليه بيعمل كده؟ لا ده جاني، يعني ليه بيعمل كده؟ لا، هو حضرتك انا اعتقد، يعني عشان بس خلينا سلام النيه شويه، اعتقد ان هو بيبقاش عارف في الاول ان عنده قرنيه مخروطيه. طب لو احنا ما بقناش سلام النيه، مش سلام النيه وهو عارف ان عنده قرنيه مخروطيه، يبقى هو داخل في ناحيه تجاريه بقى، هو عايز يخش في ناحيه تجاريه ان هو يعمل له حلقات يكلفه وتكسب وفلوس ويشغل الجهاز اللي عنده وحاجات زي كده. ولكن خلينا سلام النيه، ممكن في القرنيه المخروطيه في حد ممكن ضميره يعني ده انا بيتهيألي انه اقصى انواع غياب الضمير ما توصلش للمرحله دي. والله حضرتك بقينا بنشوف حاجات كده للاسف، زي ما بقينا بنشوف واحد سليم وعمل ليزك غلط فتحول لقرنيه مخروطيه علشان برضو جهاز وناحيه تجاريه وحاجات زي كده. احنا مش عايزين نبقى سيئين النيه، ولكن احنا بنوجه من خلال برنامج قوي له مشاهده قويه وله ثقه عند الناس، بنوجه ثقافه وبنوجه توعيه ان انت لما تيجي تعمل حاجه لصحتك وخصوصا في نعمه زي نعمه النظر،
لازم تفكر مرة واثنين وعشرة وتختار دكتور كويس، تختار مكان ثقة، تبقى عارف انت بتعمل ايه مع مين وعارف النتيجة شكلها ازاي. مفيش حاجة اسمها ان انا بسترخص او ان انا بعملها الحاجة بتتعمل النهاردة وتفضل معاك طول العمر، لانك لو عملتها النهاردة غلط او عملتها النهاردة اي كلام او استرخصت زي ما بيقولوا بالبلدي كده، لو دفعت فلوس اللي معاك كلها ما بتتصلحش. السؤال القادم سؤال مهم جدا. انسان فوق الأربعين سنة، تمام كده؟ تمام. راح لدكتور، الدكتور ما رضيش يعمل له ليزك، قال له نعمل لك زراعه عدسات. دي قضيه مهمه جدا، كويس كده؟ مظبوط. طب ده الاجراء ده متهم ولا جني ولا بريء؟ حضرتك حضرتك احنا لازم قبل ما بس ما نوجه التهمه للمتهم ده، لازم الاول نعرف ان احنا عندنا انواع تصحيح النظر انواع كتيره جدا، منها زراعه العدسات. فمين المريض اللي محتاج زراعه عدسات؟ هو ده الموضوع، مش مين السن اللي محتاج زراعة عدسات. يعني احنا مش لازم نقف دايما عند قاعدة هي مش قاعدة ثابتة زي ما تكون آية في القرآن ان فوق سن الأربعين ما ينفعش كذا، تحت سن الـ18 ما ينفعش كذا. لا، هو المريض اللي قدامي ده مقاساته وقرنيته وفحوصاته تسمح بالليزك ولا ما تسمحش، محتاج زراعة عدسات ولا مش محتاج، واذا كان محتاج زراعة عدسات محتاج انهي نوع من زراعة العدسات، والنوع ده هيستخدمه فترة ويرجع يغيره تاني. لازم ابقى انا عارف انا بعمل ايه لمين، مش ان انا بعمل حاجه واحده هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها فبعملها لكل الناس وخلاص. لا، مفيش حاجه اسمها قاعده طبيه صماء، والا ما كانش سموا الطبيب زمان حكيم. من الحكمه ان حضرتك تختار الحاجه المناسبه للانسان ده عشان يطلع بنتيجه ممتازه. عندي فيلم مهم او قضيه مهمه جدا، الخديعه الكبرى. ماذا او ما هي الخديعة الكبرى في عالم تصحيح الإبصار إذا جاز لنا التعبير؟ يعني الخديعة الكبرى ده هي مش واحدة، هم بقوا خدعة. يعني حضرتك نسمع دلوقتي عن كلام ما مش موجود في الكتاب ولا موجود في الأجهزة ولا موجود في الطب، مثلا يقول لك الألترا ليزك مثلا. مفيش حاجة اسمها ألترا ليزك خالص، ولا في الكتاب ولا في الأجهزة ولا في الشركات ولا في السوفت وير ولا في حاجة خالص. ده كلام يعني زي ما يكون حضرتك عايز تسوق عايز تسوق لحاجه في جديده، حاجه الترا سليم مثلا الترا مودرن فرنيتشر ممكن فهو بياخد الجانب ده عشان يعمل له جانب تسويقي. زي اقول لك ليزك اتش دي زي التلفزيونات مثلا، اللي هو الليزك هاي ديفينيشن. مفيش حاجه اسمها ليزك هاي ديفينيشن، لا، في فيمتو ليزك، في ليزك سطحي، في ليزك اكسترا، في ليزك. يمكن ياخدوا كلمه اكسترا دي ويعني يحاولوا يعملوا لها شكلها. لا، ليزك اكسترا بتعمل للعين اللي عنده قرنيه مخروطيه ومحتاج ليزك مع تثبيت فسموا العمليه دي ليزك اكسترا. لا، هي عمليه ليزك مع تثبيت فاسمها ليزك اكسترا، هي ده اسم علمي للعمليه. الليزك بقى الالترا والاتش دي والحاجات ده كلام ده خدع، مش خديعه، خدع كبريات يعني. اذا هي واحده من الاوهام، وده هيدخلني في الجزء الثالث الهام جدا، الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟ السؤال الأول سؤال مهم جدا، زراعة العدسات الداخلية شهدت تطور كبير جدا في السنوات القليلة الماضية لعلاج حالات صعبة من ضعف الإبصار العنيف. أبيض، ده يقين ولا وهم ولا شك؟ ده يقين، وهي شهدت تطور وكمان الأطباء شهدوا مهارة فيه. يعني عشان برضو نبقى صراحة شوية، هي شهدت تطور العدسات والأطباء بقى عندهم مهارة فيها برضو، لأن كل حاجة كانت بتطلع في أولها والأطباء ما عندهمش مهارة كبيرة فبيحصل منها مشاكل، فبنقوم دايما لازقين التهمة في العدسة. أصل العدسة وحشة، أصل العين رفضت العدسة، أصل العدسة عملت التهاب، أصل العدسة دي تصميمها ما كانش حلو، لا ده محتاج تتطور. لا، هي العدسات فعلا اتطورت، الماتيريال اتحسنت، الشكل بتاعها اتغير، المكان اللي اتحط فيه جوه العين اتصممت على شكله أحلى، والدكتور بقى عنده مهارة أعلى. في معتقد مشهور برضه هقوله لك، يعتقد البعض انه النظر بيرجع يضعف تاني بعد اجراء الليزي، خاصه لمن هم فوق سن الـ40. ده الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم. حضرتك لازم يبقى عندنا يقين ان الليزك المظبوط اللي اتعمل بطريقه مظبوطه في مكان كويس بجهاز مظبوط مع دكتور عارف هو بيعمل ايه للعيان بتاعه بيحقق لك نتائج، اولا يغنيك عن النظاره تماما، ثانيا يصلح لك نظرك يخليك بتشوف المفروض جوده اعلى من اللي كنت بتشوفها بنظارتك، نظرك ما يضعفش تاني. اللي بيحصل حضرتك بقى ان الانسان عادي بعد سن الـ40 بيحتاج نظاره قراءه زيه زي كل البشر اللي هم مولودين نظرهم 6-6، يجي عند الـ40 بيلبس نظاره قرايه. الـ40-42 ده عادي، دي نظاره للقراءه، انما المسافات الليزك بيصلحها 6-6 جوده المفروض اعلى من نظارتك
والنظر ثابت ما يضعفش تاني. ضعف جدار القرنية أو إصابته، ارتفاع ضغط الدم، السكر، قد يؤدي إلى مشاكل وضعف إبصار بعد الليزك. كل ده ممكن يحصل فعلا؟ هو حضرتك هم الناس يقين. دي هو يقين. هو حضرتك الناس دي المفروض ان انا اصلا بستبعدهم قبل ما بدخلهم اصلا الليزك. يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده السكر وعامل له مشاكل في الشبكيه وعامل له ارتفاع في ضغط العين وعنده مشكله في القرنيه ضعيفه، سمك القرنيه ضعيف، وانا ادخله اعمل ليزك اقول اصل سمك القرنيه هو السبب. لا، ما ده اصلا ما كانش العيان اللي يخش هنا اصلا، ده كان يعمل عمليه ثانيه بقى خالص تصحيح النظر، ده موضوع ثاني. لا يمكن التعرض للشمس بعد الليزك. هو حضرتك الشمس مش مضره لعمليه الليزك. لا، ده وهم يعني. الشمس عمرها ما كانت مضره لعمليه الليزك، ولكن الانسان اللي عامل العمليه في عينه زي الليزك او اي عمليه بالليزر بيبقى عنده عدم تحمل لضوء الشمس. ضوء الشمس بيبقى متعب ليه جدا، عنده الفوتوفوبيا الشديده في اول يوم، فبنلبسه نظاره شمس عشان يقدر يفتح عينه ويمشي. ولكن لو اتعرض للشمس هل ده هيضر القرنيه؟ لا، مش هيضر القرنيه، ده موضوع تاني خالص. من الاعراض الجانبيه بعد اجراء الليزك الجفاف بيستمر لفتره لا تقل عن 6 شهور. خلينا صراحه ده يقين، لان حضرتك اي عمليه في العين، عمليه في الجفون، في الميه البيضاء، في القرنيه، في الليزك، في الميه الزرقاء، بتسبب جفاف في العين، بيقعد فتره حسب تحمل العين والغدد الدمعيه في العين. الفتره دي بتاخد من شهر لشهرين لسته حسب طبيعه العين. ده شيء طبيعي، مش مرتبط بالليزك بس. يعني نوع معين من فزوره بقى، فزوره تمام، نوع معين من الاجراءات الطبيه احدث ثوره في عالم الامان الخاص بتصحيح الابصار اللي عندهم قصير النظر. جهاز معين غالي لكن مفيش اغلى من العين، دقيق جدا، وزي ما انا بقول مستو الامان الجيد جدا. ده الفيمتوليزك صح؟ اكيد الفيمتوليزك ده جهاز عبقري، جهاز عبقري. وعبقريته مش بس في الامان، عبقريته ان هو وسع مجال الحالات اللي ما كانش ينفع لها، زي ما قلت لحضرتك. يعني الناس اللي كان ينفع لهم لو كانوا قد كده بعد الفيمتوليزك المجال بقى اوسع، ولكن مش عايزين الشكل ياخد شكل موضه ولا شكل تجاري. يعني مش كل واحد يدخل العياده عندي او المستشفى انا عايز اعمل فيمتو. لا، يعني لو انت ينفع لك فيمتو سيب الدكتور يقول لك ينفع لك فيمتو. لو انت ما ينفعلكش فيمتو يبقى بلاش تعمل فيمتو، ممكن يكون الليزك العادي احسن لك، او الليزك ببصمه العين الكاستم احسن لك. ولكن الفيمتو احدث تطور واحدث امان. طبعا احدث طبعا. انت بتنورني، تسعدني، وكالعاده الحوار معك ممتع للغايه. شكرا يا دكتور ايمن، شكرا، نورتنا. كل سنه وكل سنه حضرتك طيب. شكرا ليك. يظل ضعف الابصار قضيه مهمه جدا، ليست جماليه في المقام الاول، يمكن المقام العاشر الشكل الجمالي، لكن في المقام الاول والثاني والثالث الحياه. العين جوهره لا يحس بقيمتها الا من لا قدر الله فقدها أو شبه فاقد ليها بحالة من حالات ضعف الإبصار. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد لاشين كان في الدكتور والناس الحلوة. الحلاوة في أن يبقى شكل السنة حلو والضحكة حلوة ومنورة وجميلة، بس مش تباشير. يعني ما بلاش تشكلت. التكنولوجيا في الزراعة أصبحت لا غنى عنها ولا تقبل القسمة على إيه. فحضرتك بمنظر المهبب بتاع الأسنان اللبنية ده، أنت متخيل أنها تطلع أسنان دايما نظيفة؟ هل في نبتة نظيفة بتنمو في جو ملوث؟ مستحيل.